والله بجد يعني فرحة، كنا مبسوطين جدا مبسوطين جدا معاك النهارده، بس يعني عايزين برضو مزيد بقى من الجوائز الأهم على والتكريمات. فكرة من الجوائز الاهتمام، الإيه؟ الاهتمام، لا لا لا، العروض، الأوبرا والحاجات دي. أنا عايزة الناس برضو تشوف الأوبرا، مش بس تبقى يعني مش بس وقت ما في جايزة تحصل، لأن هو الأهم فعلا تأثيرك على الجمهور. هو ده بالنسبة لي أكبر جايزة يعني اللي أنا شفتها من باريس ومن كل حتة، إزاي الجمهور رد فعله لما أنا بغني أو أي حد تاني. هو ده المهم، الناس كنت تحبك. هو يمكن عشان بتبقى هي فئات معينة اللي بتهتم في فئات بتحب الأوبرا، تاخد بالك، فهم دول بتلاقيهم أي حفلة أوبرا بيبقوا عايزين يروحوا، عايزين يحضروا والكلام ده. ما نعرف. وفي فئات تانية بتبقى مشغولة بقى في الشغل وفي الحاجات، فبذا طبيعي عندهم اهتمامات تانية، عندهم اهتمامات تانية، أذواق تانية. وعلى فكرة الأوبرا ذوق، يعني مش لازم كل حد يبقى بالزبط. زي أي موسيقى في أي حاجة تانية. هو فن. نوع الفن من نوع من الفن، وهو نوع من انواع الفنون بالزبط. وفي الاخر خالص احنا اللي بنجبر الواحد ان هو يروح يسمع، لان انت صوتك حلو ويستحق ان الناس تروح تتفرج عليك وتسمعك. اكيد طبعا. ميرسي. هنحضر لك اكيد حفله الاوبرا ان شاء الله. ميرسي جدا، انبسطت قوي وانا معاكم. ميرسي نوران، ميرسي احمد، ميرسي يا محمد. بالعكس بالظبط كده. ميرسي، شكرا جدا.